بعد هذه المباراة وهذه النتيجة وما شاهدته في هذه المباراة، ربما تبادر في ذهني سؤال، ربما تبادر في أذهان كل من شاهد هذه المباراة ومعظم من شاهد هذه المباراة، كرتابيا ليش ما مدى الموسم مع شباب الأهلي إذا كان هذا اللاعب أنهى الموسم الماضي هذا المستوى ويقدم هذا المستوى في هذه المباراة وأصبح، لو تذكرون كرتابيا كان صحيح. هو السبب في معظم أهداف فريق شباب الأهلي، وتم استبداله وأعلن مصاب. إنه غير مصاب، لا هو مصاب. قال أنا مش مصاب، هو اللي قال، بس إدارة النادي بل عمل عملية، أنه قال عمل عملية وأكثر من نادي عرض، يعني مدير أعماله حسب ما سمعت في ذلك الوقت أن مدير أعماله عرض ملفه على أكثر من نادي وغالبية الأندية صرح قال أنا رفض بل عمل عملية كابتن، أي سوى عملية في برشلونة، أنا أوكي بس أنا أذكر تصريحك لما قبل العملية، هي لما جربوه شافوه عنده إصابة، حتى هو عمل إصابة عمل عملية بعد ذلك تعاقدوا معه.